ممكن يكون قال حاجه جديده خفيه الاجالي. يا احمد اتفضل. الحقيقه يعني كان مؤتمر محبط جدا بالنسبه لنا كتحضير. اجيري هرب من كل الاسئله السخنه وكان ردوده كلها كانت يعني ماسكه كده زي ما تقول. واهم حاجه قالها النهارده ان هيكون في اجتماع بكره الصبح ان شاء الله مع مجلس اداره التحضير. بكره الصبح هيتكلموا فيه، وغالبا يعني بتوقع انه هيكون في قرار بإقالته يعني لان هو يتحمل المسؤوليه كامله. غير كده بقى هو اتكلم على اللعيبه، قال انا باثق في اللعيبه وانا دي اختياراتي. يعني كان الناس بيسالوا على لعيبه ثانيه كانت احق بالنسبه تبقى موجوده مع المنتخب، كانت يعني قدمت شكل المنتخب النهارده. هو الراجل قال انا مسؤول عن اختياراتي وانا باثق في اللعيبه دي، وده مش وقت ان احنا نتكلم فيه على اللعيبه. اتكلم كمان عن الماتش، قال ان احنا صنعنا فرص كتير ووصلنا المرمى كتير، والسبب الحقيقي في الخساره هو ان دفاع جنوب افريقيا كان قوي. الحقيقه كان تصريح غريب جدا، يعني دفاع جنوب افريقيا كان قوي. كان قوي هو بالظبط هو قال لنا كده. انا شاهد يعني هو حضرتك بتعمل ايه؟ اجيري يعني هو الراجل بقول لحضرتك ان بيتكلم كلام معظمه ستاتيستيك، كلام يعني ما قلناش حاجه. هو ده اللي انا بتكلم فيه يا كابتن، هو كلامه كله مستفز، ما يعني ما فيهوش اي حاجه. اضعف خط عندهم هما الاثنين اللي في القلب والباك الباك بتاعهم اضعف ثلاثه موجودين في الملعب كله. المفروض انه يبقى ضعيف عشان نكسب. لعبوا ماتش كتير النهارده الدفاع، وهم كانوا السبب في النتيجه دي، وهم اللي كسبونا. ما اتكلمتش خالص على التغييرات اللي عملها، ما اتكلمتش على نص الملعب اللي كان عامله وجنينه اللعيبه بتاعت جنوب افريقيا بتيجي تتفتح عندنا. ما اتكلمتش خالص على الكلام ده كله. هو كان بيدافع على لعيبته، بيدافع عن نفسه، وبيقول ان هو مش هيقدر يتكلم على مستقبله الا بعد الاجتماع اللي هيتم بكره مع الاتحاد الكوري. دي كانت ابرز التصريحات، كان في حاجه ثانيه؟ دي كانت ابرز تصريحاته. في الميكس الدوم بقى اللعيبه بعد ما خرجت طبعا كل اللعيبه خارجه، ما حدش بيتكلم، كله رفض ان هو يتكلم، حتى الجهاز الفني المساعدين ما حدش كويس يتكلم معانا خالص. كان في مجموعه من الاعلاميين سقفت بطريق هامد وهو خارج، هو قالوا ان هو كان يعني احسن واحد في الفرقه النهارده. فعلا الشناوي وطارق حامد افضل اثنين في المنتخب كله طوال الثلاث الاربع مباريات. وحجازي والله كان كويس. يعني الشناوي كان عامل رقم قياسي في سيت، لكن ما حلفوش التوفيق بقى وقدر يكمل. هو المركز الثالث كنا حاسبينها كده ونخش شغال، بس لما جوه الكوجي يعني وقفنا الشغل. فان شاء الله هنعملها بعد الماتش. الشناوي عامل رقم مميز في البطوله، قدر يخرج نقص نظيفه في الدور الاول كله، ودي كانت اول مره احنا نعملها. ان احنا نتاهل بتسع نقط والثلاثه كلين شيت. فالحقيقه الشناوي برضه من اهم نجوم المنتخب في البطوله، وده هو اللي معودنا عليه برضه في كاس العالم. برضه الشناوي كان رغم ان احنا خسرنا الثلاث ماتشات وخرجنا، الا ان الشناوي كان ان هو رجل المنتخب يعني. اشكرك جدا يا احمد على هذه المعلومات بخصوص خفير جيري. بكره ان شاء الله سيكون هناك